أعزائي زمايلي ولجهتي حبايبي المشاهدين، أي حاجة حصلت في الانترفيو ده ما هو إلا تهريج، يعني عشان نرتب الفيديو شوية. وأقسم بالله وربنا يا دكتور، والله العظيم تلاتة كنا بنهرج، والفيديو أصلا لا يمت الواقع بسهولة ولا ليه علاقة بكلية التجارة أصلا، لو إحنا مش لاقيين حاجة نعملها. يعني بنأسف برضه، نأسف على ضعف الإمكانيات ولسانا بإزازة مية صغيرة حقيرة، يعني برضه متبرع بيها أختنا في التيه. أنا كمان مش هصرف على الكلية، ما لازم أتكلم، إحنا مش هنصرف على الكلية، ما تدينا مايكات، إدونا مايكات يعني، حتى نطلع لكم كواليتي حلو. يلا ودمتم سالمين وأحلى ميت مسا عليكم، وشكرا. اتمنى ان تكونوا استفدتوا معانا وانبسطتوا وعرفنا نعمل حاجه يعني. شكرا.